أجواء رمضانية تنشيطية عاشت على وقعها مدينة المهدية بمناسبة سهرة ليلة المتاحف، والتي جاءت محملة بعدة فقرات ثقافية انطلقت من أمام المعلم الأثري ببزويلة الذي وشح بالأضواء لينير هذه الساحة التي اجتمع عندها المواطنون لمتابعة عرض للحكواتي بعنوان من غزة إلى قرطاج، ثم الدخول مجانا للمتحف الأثري بالمهدية. هذا هو التسويق لوجهة المهدية اللي هي قبلة كل الزائرين من تونس ومن خارج تونس، والمهدية حبيناها أنه مش كان في الصيف، المهدية زادة في الشتاء عندها خصوصية وعندها تراث مادي وغير مادي نجم نحتفي به، وليلة المتاحف هي خير مناسبة لمعناه تثمين التراث هذا. ارتأينا أن تكون هذه المناسبة فرصة لمزيد التعريف بوجهة المهدية خاصة في هذه الفترة، والهدف من ذلك هو ربما التسويق والترويج لجهة المهدية على امتداد كامل السنة. هذه السهرة التي نظمتها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث والمتحف الأثري بالمهدية شاركت فيها أيضا عدة جمعيات بهدف تثمين المخزون الثقافي والسياحي للجهة. هذا شهر التراث، واللي لعنا في المتحف باش نوريو مخزوننا المهدوي من اللبسه التقليديه ومن الكرياسيون التقليديه، ريفيزيتي شنو نعملوا بها، الفرمله كي تقدم شنو نعملوا بها، كل شيء عندنا باش نوريو العرس، مراحل العرس على المهديه كامل. كما تعرفوا في اللبسه المهدويه عندنا القماش بالحق حاجه مزيانه ياسر، وكهو معناها بالحق انا عجبتني وعجبتني السهريه. سهره محليها السهره ومحليها الجو ومحليها لبستهم عليه. ومن بين فقرات هذه التظاهرة معرض لمجموعة من السيارات الكلاسيكية القديمة، إضافة إلى عرض للأزياء التقليدية قدمت خلاله نماذج وتصاميم من الملابس الخاصة بولاية المهدية. تظاهرة ليلة المتاحف مناسبة لتثمين المخزون الحضاري التونسي والاحتفاء به، مع الدعوة إلى مزيد المحافظة عليه والاستثمار فيه ثقافيا وسياحيا.